تمام. معلش سؤال تاني، نعم حضرتك يعني الشرع اباح للرجل ان هو يضرب زوجته، فيعني لا هل بضوابط ده في حال يعني هل مثلا صبرا في حال النشوز صح؟ والله ايه مفهوم النشوز؟ تعالى على الامر، اجلسي يا اختي في البيت مش جلسه، وتخرج بدون اذن، لا تكلمي رجال ساكلم الرجال، تفهم الكلام؟ متعصبت او حاجه يعني؟ لا تعصبت يصبر عليها، يعني كلنا بشر ونتعصب ونخطئ رجالا ونساء، لكن الله سبحانه لما اباح الضرب قال واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن، يعني النشوز مش مجرد ان عصبيه مثلا او لا 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 حصل منها اي موقف عادي، النشوز هو عدم سماع الكلام، لانه الفهم غلط يعني عند بعض الرجال، اللي هو انت علقتي صوتك او انت تعصبتي او حصل اي حاجه فانت كده واحده ناشز يعني. لا لا لا، النشوز امتناع المراه من اداء حق الزوج، تمرد على اوامره، اساءه العشره منه، ادخال رجال بيته بدون اذنه. طب هل لو زوج مثلا يعني لمجرد النقاش العادي او كده، او مراته مثلا علت صوتها او حاجه، بيكون اسهل حاجه عنده مد الايد، هل كده يعني هي مظلومه ولا هي ما لهاش حق ولا ايه؟ ما هو ربنا قال يا اختي الكريمه فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. يعني اذا كنت يا زوج الزوجة مطيعة لك وأنت تختلق المشاكل من أجل أن تؤذيها، اعلم أن الله أكبر منك وأقدر عليك منك على قدرتك، أقدر عليك منك على زوجتك. بارك الله فيك يا شيخ. وصل بس يعني جمله للرجال وخصوصا الشباب، لان هم فاهمين الموضوع غلط، يعني انا ربنا اداني الحق ان انا اضربك، فخلاص انت لو اتكلمتي او فتحتي وقت في اي حاجه، لا 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 لا، هو عديتي صوتك مد ايد عليك وده حقي، وانت لما اصبري بس اصبري عليه بس، روقي على نفسك كده شويه. الله يبارك. وهل الرسول كان يعمل كده؟ اساليك، هذا هدي محمد عليه الصلاه والسلام؟ لما بنقول خياركم لا يضرب بيقول، بس دي موجودة آية في القرآن يعني. في حال النشوز يا أختي، في حال النشوز يضحكون عليك. ما هو المشكلة في فهم كلمة النشوز دي بس. بارك الله فيك يا شيخ. يا الله.